معزوز لخص كل شيء عن جمال بالماضي، وقال إنه هو سيبقى مع بالماضي ويقصف صادي. أتمنى من الأخوة الحضور ووضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وأهلا وسهلا بالجميع. يريد جام وأبوني، وشكرا للجميع. هيا بنا نسمع ماذا يقول. ناخذ يستاهل كل الاحترام والتقدير. ما نقبلش بان مصطفى معزوزي الصحفي، مصطفى معزوزي المناصر الوفي للفريق الوطني، ومصطفى معزوزي المواطن الجزائري. انا شفت السيد هذا عنده شخصيه وعنده كاريزما. انا ما ننساش الموقف البطولي تاعو برك، باسكو الناس تنسى ولا تروح. في اثناء الحرائق اللي عرفتها منطقه القبائل العربيه رحم اللي ماتوا، اغتيل خطرا شاب اسمه جمال بن اسماعيل. كانت الجزائر تقدر تروح للفتنه، الحمد لله كاين ثلاث اشخاص ما كاش اربعه اللي طفوا نار الفتنه. اولا نحييه على 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 الشجاعه نتاعو السياسيه، رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون اللي دار تصريح قال لك انا نعرف شكون دار هذا، ماشي الناس الاربعه نثرات اللي داروا هذا الشيء. واب جمال بن اسماعيل نحييه. ثاني قال لك باللي انا جامي نقبل الفتنه، وليدي هذا قتلته مجموعه بصح انا ما نعرف نميز الحمد لله. والثالث جمال بن ماضي الى في ان ماك سيتوان. طيب طفل اسمح لي. علاش ذكرت لي في ثلاثه رحمه الله عليه. حتى لا نذهب الى السياسه بشكل كبير. لا ما نروحش رحمه الله عليه. قلت لي باللي كان عنده موقف نبيل وهو امر يشكر عليه. الواحد اللي طفي الفتنه في الجزائر هكذا. نزيد لك اثناء 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 كوفيد 19 عباك الجزائر كانت تمر بازمه اكسجين. الى ريوني لي جوار في خمس دقائق يزوريني. نعم ما نقولهاش هذه، مي نقولها. هو ما يقبلش لاعبين ما يقبلوش، مي انا مصطفى معزوز شو اوبليجي نقول لهم شكون بالماضي هذا اللي رانا نسندو 250000 يورو في خمس دقائق. فهمتني؟ هادو هاد تشفع له، ما تخرجوش هكذا. انا نامن بليك، انا نقول لك من الموقف تاعي، انا امنت بليك بالماضي قدم كل ما عليه. ممتاز خلاص، لازم نروحوا للتغيير. معليش يقدر يروح للتغيير، ليس نهاية العالم، لكن تؤمن بذلك؟ لكن بالتغيير سنا نقول لك التغيير عجبت ربي. كي ولينا من الاخفاق بدات الفيدراليه قال لك اللي اون كونتاكت مع الي لوزيتش مع زيدان. انا هنا تاع زيدان كذبها، ما كاش منها تاع زيدان. طيب عمر وصلنا الى اللجنه، نشركك في هذه النقطه. تفضل. نعم اولا في الشكل هناك تناقض مفضوح. تناقض كيفاش بعد الاقصاء الفيدراليه دخلت في مفاوضات مع الي لوزيتش وزيدان. وهنا نطرح تساؤل، بالك الي لوزيتش نقدر نامن باللي يعني لايتي توشي بسبب العلاقات اللي عنده والي صادي مع المدرب السابق للفريق الوطني، لكن المهزله الكبرى الشعب هذا لازم نحترموه. كيفاش 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 كونتاكتيتو زيدان؟ نطرح ثلاث اسئله. لا يوجد زيدان، اسمح لي. قالوها ما كتبوهاش. اسمع انا نهضر اعلاميا، نحترم رايك. تفضل. شكون كونتاكت زيدان؟ وقتاش كونتاكت زيدان؟ وكيفاش كونتاكت زيدان؟ من يتصل؟ لا يوجد اي خبر رسمي. باش تكونتاكت لونترينور دو رونو لازم دير اون دوموند للمانجر تاعو، المانجر تاعو بور اون اوديونس. هل قراتها في موقع الفاف؟ لا 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 لا، علاش كاين كومينيكاسيون في لافاف؟ الله يهديك، قلت لك لي سول كومينيكاسيون يجيونا من حافظ الدراجي. طيب وصلنا. انت حافظ الدراجي اللي راهو ينور شويه، فهمتني؟ سي با نيجاتيف، معليش. ومن بعد قلت لك داروا لنا لا كوميسيون. لا كوميسيون هي انا شوف التركيبه، ولا غير راني مع الشيخ انا، ولا غير جي با ايمي نشوف معوش ونشوف زيدان. نشوف سعدان هكذا. سعدان انايا قدم الكثير للفريق الوطني، ما تحملوش ما لا طاقه له. خلاص علاش تحملوا له دوا ما ينجحش لونترينور؟ والله ما يهضروا على معوش، ما يهضروش على الاخرين، يهضروا على سعد. علاش خليه ترونكيل. قلت لك هذا لا كوميسيون انا نحب حاجه شفافيه. اسكو عندها حريه الاختيار؟
لا هم داني اوضحوا لك، انا يا راني تحدثت معه مع مع سعدان، قال لك انه يعطينا ملف يعطينا الاسماء ونحن سمحنا نحن نختار الاسماء النهائيه. مثلا حليلوزيج تم قالوا لهم، قالوا للصادي على انه هذا لا يليق حاليا، نعم لا يليق حاليا بالمنتخب، هذا ما قاله لي داني. داني اقول باش ما تطلعليش جديد، وحتى بارون سيكون ضيفا غدا. نعم راك تشوف هذه حاجه اون ديمارش مليحه. انا اسال، انا اقول لك انا راني في لا كوميسيون باسكو فينالمون يبغوا يتيدي لي سي في هكذا تيدي لي سي في السير الذاتيه تاع المدربين. ديجا الشعب الجزائري لازم يفهم باللي ما كاش لاشين في الباب تاع 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 لافافه، ما يكلخولناش ثاني، ما يقولولناش باللي الناس كاع عايد ديبوزي. انا ما نامنش باللي كيروش الى ديبوزي سون سي في، انا ما نامنهاش باسكو كيروش مدرب عالمي يقول لك هما اللي كونتاكتيوني، ماشي انا اللي حط السيره الذاتيه تاعي. الاسماء المطروحه طيب اسمع اسمح لي هذا باش يفهم الجمهور، اشكو عندهم حريه الاختيار؟ سؤال بريء. ليس لهم حريه الاختيار. باسكو لا عندهم حريه الاختيار. انا راني في اللجنه نقول لهم شي بريزيدون قبل ما نجيبو نقراو لي سي في هذا، انايا تعطينا تعطينا لوتوريزاسيون نروحو نهضرو معاه بالماضي كلجنه، اسي بالماضي روح اشكو تكمل اشكو ما تكملش، اسكو مستعد تفسخ العقد تاعك؟ صافي بالماضي خلاص. كيفاش لجنه اختيار درتها الوغ المشكل طيب. عاوز المشكل عاوز تاع العقد تاع بالماضي مازال ما اعتقد انه وصلنا الى مرحله تقييم بالنسبه للمنتخب بسلبياته بايجابياته في هذه المشاركه. طيب الان بمجيء مدرب سيصلح حالنا؟ سيصلح حال كرة القدم الجزائرية؟ لا لا للأسف للأسف، لأنه شوف كاين كاين أنا لازم نكمل لك على اللجنة هذه والله غير سي امبورت. باختصار باختصار يقول لك اللجنة هذه باش تسعى مصداقية، وياك باش تسعى مصداقية في في ولا خيرة ان اونترينور لازم عليهم يتكلموا معاه بالماضي. من اخلاقيات من اخلاقيات هذه اللجنة يعني لازم يتكلموا معاه، باسكو انايا ايماجيني انا بالماضي غدوة بيشك انا ما بور موا ما رانيش مشتاق ندير نبعث السي في تاعي للجنة هذه. طيب اسمح لي راني بوزيت لك لاكيستيون، هيا نبعث لك السي في تاع بالماضي يروح للجنة هذه يولي خير من لي سي في كاع اللي كاينين، باسكو سمعنا عندنا معلومات وكان وكنشوف وكان يوليو رسمية مهزلة كبيرة. علاش؟ باسكو انت ولا حاوزت بالماضي ولا درت بالماضي من الماضي هكذا، لازم تجيب واحد خير منه هكذا. الا تجيب واحد انا نسمعو قال لك المدرب 90% يكون من الكان ولا من الكان هذو، رانا نشوفو جامي فازو بالكاس افريقيا، كاين اللي ما فازوش. سافو دير نتوما تهبطوا النيفو ولا يكون مدرب نيجيريا حكيم مدرب من نيجيريا طيب. ما تجيش ولا فاز بالكاس افريقيا ما تجيش. الفيدراليه ما حملتش المنتخب الوطني يا للاسف، حتى يعني معنويا الرئيس ما كانش في بواكي بصفه دائمه. ممتاز سيد برايو. شوف باش ما نكذبوش على الفيدراليه ما حماتش جمال بن ماضي، خاطر علاش؟ خاطر جمال بن ماضي والفيدراليه ما يتكلموش نفس اللغه، ما يقدروش يتفاهموا. انت كي يكون رئيس رئيس الفيدراليه ما يعرفش في الكرة ما يقدرش يمشي. ممتاز. أحمد بالقاسمي يقول بسؤال آخر، لماذا قام رئيس الاتحادية بنشر تويتر خاصة بعد نهاية اللقاء الصحفي للناخب الوطني؟ هل يمكن أن يكون هناك مؤامرة بين رئيس الاتحاد والكاف على بالماضي؟ لأنه كثير الكلام بخصوص التحكيم، وقد رأينا رئيس الاتحاد وليد صادي عندما تكلم في الكوديفوار على التحكيم نفى أن تكون هناك مؤامرة. أظن أن تويتر تاع رئيس الفيدرالية كان خطأ فادح وسوف ندفع الثمن تاعو غاليا. والراقي عبد الوهاب يقول مصطفى معزوزي، خليني نقول لك كما كتبوا، كنت نكره لأنني كنت نظن أنه موالي لجهة ما، لكن مع الوقت اكتشفت أنه يتكلم ما يراه صواب وما يتوقفش وصريح جدا، ربي يوفقه طبعا. والسؤال الآخر زلوف عمل هكذا، عمل الحراش يقول لك هكذا على ريش حكم لهما مني كل التحية والتقدير لكما، قال كلمة حق في المدرب الوطني جمال بالماضي. في كثير من المتابعين طبعا، وأشكركم جزيل الشكر على هذه المتابعة. سيد برايو وصلنا إلى النهاية.